تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. محمد عثمان المحامي المحترم الراقي اللي ماسك الشؤون القانونيه في النادي الاهلي، مرتضى منصور رفع عليه قضيه بالسب والقصف عشان قال ان هو بسكليته وان هو اتعامل معاه الفعلة الشنعاء في السجن، وان هو يعني بيزك على رجله ورجله فيها نوع من انواع الزكه نتيجه للفعلة الشنعاء اللي اتعملت في مرتضى منصور في السجن من الصول زكريا ومن غيره. فمرتضى اشتطى غيظا وجن جنونه فقدم بلاغ في محمد عثمان المحامي المحترم، وقال ان هو بيسبني ويقذفني وانا عايز حقي القانوني وعايز حقي المدني والجنائي والحاجات اللي انتوا عارفينها قانونيا. فراح الراجل قال طيب ما تيجوا نسمع التقرير بتاعنا كده ونشوف اللي قاله محمد عثمان في المحكمة بخصوص توقيع الكشف الطبي على مرتضى منصور وتوقيع الكشف يعني الدقيق على مرتضى منصور عشان نعرف اذا كان مرتضى منصور اتعمل فيه الأنبول لا ولا لا. يلا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو ونرجع نكمل مع بعض. بس ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. لو اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. اخواتي الاهلاويه اللي مشتركين بالفعل في قناتنا اتاكد ان انت مشترك في القناه بتفعيل زر الجرس واختار كل الاشعارات، لان في ناس مشتركه فقط من غير ما تفعل الجرس ولا الاشعارات، فده ما بيوصلوش اي اشعار وبيلاقي الفيديوهات بتاعتنا بالصدفه كده. لكن لما تشغل زر الجرس وتفعل الاشعارات هيوصل لك اي فيديو احنا بننزله على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف التقرير بتاعنا ونرجع نكمل مع بعض، يلا بينا. المستشار محمد عثمان يطالب المحكمة بعرض مرتضى منصور على الطب الشرعي. استمعت محكمة القاهرة الاقتصادية إلى مرافعة المستشار محمد عثمان محامي النادي الأهلي ونقيب محامين شمال القاهرة السابق في الدعوى المقامة ضده من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والتي يتهم فيها بالسب والقصف. وطلب عثمان خلال المرافعة من هيئة المحكمة بعرض المدعي مرتضى منصور على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان مدى سبب عدم انتظام حركته في المشي. وقدم لهيئة المحكمة 21 حافظ مستندات تؤكد دفاعه ودفوعه والرد على ما جاءه بصحيفة الدعوة هذا. وقررت المحكمة حجز الدعوة للجلسة 29/6/2022. هذا وبشأن ما تم نشره على بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن التحفظ على المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي في القضية المقامة ضده من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. نفى محمد عثمان تلك الشائعة قائلا أنا في مكتبي. يذكر أن مرتضى منصور سبق الحكم عليه في قضيتين مقامتين من الكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بالحبس سنة وكفالة 10,000 جنيه من المحكمة درجة أولى في قضايا سب وقصف. وقام منصور بالاستئناف على الحكم وحددت المحكمة الاقتصادية جلسات يوم 21 يونيو الجاري و6 يوليو المقبل للنطق بالحكم. مرتضى منصور كان مقدم دعوة قضائية ضد المستشار القانوني للنادي الأهلي ان هو يعني سب وقذفه. فالمستشار القانوني للنادي الأهلي قال انا بطالب بتوقيع الكشف الطبي عليه لان انا قلت في واقعة ان هو تم الاعتداء عليه داخل السجن وده سبب ليه عاهة بتخليه يزك، فانا بطالب الكشف الطبي على مرتضى منصور يعني يكشفوا عليه ويشوفوه اذا كان راجل ولا لا، وهل الاعتداء عليه في السجن خلاه يعرج او ان هو يزك. فده كان طلب المحامي يعني محامي النادي الاهلي في قضية سب وقذف مرتضى منصور، واحنا عايزين نقول له دي ضربة معلم. وهل هيتم فعلا الكشف الطبي على مرتضى منصور علشان نعرف تم الاعتداء عليه داخل السجن ام لا؟ دي الايام اللي جاية هنشوف القضية هتصفر عن ايه، وهل مرتضى منصور هيمتثل فعلا للكشف الطبي، وهل المحكمة او هيئة المحكمة هتطالب مرتضى منصور بالمثول امام لجنة كشف طبي علشان توقع الكشف الطبي عليه عشان تعرف لنا
هل تم الاعتداء عليه في السجن كما يشاع وكما معروف عن مرتضى منصور، سواء من الصور زكريا او من احسان دياب او من غيره. فده اللي هنشوفه الايام القادمه. متروحوش في اي مكان، خليكم معانا، لسه اللايف بتاعنا ما انتهاش. ازاي تاخد حقك من اللي قدامك قانونا؟ ازاي تاخد حقك وتعلم على واحد في المحكمة امام الملايين قانونا، بدون ما تشتم ولا بدون ما تقل ادبك ولا بدون ولا ولا ولا؟ الراجل طلب تقرير طبي والكشف الشرعي على مرتضى منصور، اكشفولنا عليه يا عم، شوفوهولنا اذا كان اتعمل فيه ولا ما اتعملش فيه، الدنيا ايه، اكشفولنا اذا كان هل هو فعلا عنده زكة، والزكة دي من الفعلة اللي اتعملت في مرتضى منصور لما طلع اشرف السعد وقال ده اتعمل كذا وكذا وكذا، والصول زكريا وزكي بدر جابه في شوال وخلى زكي بدر يعني وحد من اللي في السجن يعمل معاه كذا علشان يعترف بالفلوس اللي خدها من الريان بدل ما يهربها بره حطها تحت البلاطه واخدها لنفسه، كل ده اشرف السعد قاله على مرتضى منصور. فمرتضى منصور اتعامل معاه الصح هناك في السجن، اذا كان من احسان دياب ولا اذا كان من الصول زكريا او من حد تاني. يعني كان في ده يعني في الموضوع ده، يعني انا مش عايز اتطرق للامر، ولكن كان في ناس مخصصه انها تعمل كده عشان الاعترافات، يعني ربنا يعني يبعد عننا المواويل دي. ناس مخصصه بيضربوه بيعذبوه بيقولوا انا ما اعترفتش، خلاص بقى بيعملوا معاك الدنيئه، بيعملوا معاك الدنيئه في الاخر خالص عشان تعترف. لكن واضح ان مرتضى برضه ما اعترفش، يعني حتى اشرف السعد في التصريحات بتاعته على قناته قال مرتضى جه في شوال هو وفريد الديب مكتفين وترموا في السجن واتعامل معاهم الفعل الشرعاء، عشان كده مرتضى منصور عنده حاله هوسه يقول لك انا ضربت زكي بدر، انا مش عارف ده زكي بدر ده كان اسد، كان اسد في الداخليه، كان حد يقدر يضربه، ده كان بيدي التخين فوق دماغه. يعني الواقعه الشهيره بتاعته هو وابو حازم اسماعيل تقريبا في مجلس الشعب لما شتم وضربه مش عارف ايه بعد كده مشوه، ولكن زكي بدر لا، ده كان غول يعني في الداخليه. فلما مرتضى منصور خد ال 4 مليون دولار او ال 4 مليون جنيه مصري وحب يهربهم، ولا 4 مليون دولار مش عارف، 4 مليار 4 مليار جنيه مصري حب يهربهم بره بكلام من يعني السعد هو المسؤول عن كلامه مش انا. الريان قال له خد الفلوس هربها بره عند زوجتي في اليونان. مرتضى منصور راح اليونان ولكن ما كانش معاه الفلوس، كان حاططها تحت البلاط، كان بيرتب اموره هناك، راح اتجاب من اليونان متشال هنا بيله في شوال واترمى في السجن واتعامل معاه. فالراجل في المحكمه بيقول للمحكمه انتوا بتقولوا ان انا كذاب ان هو ما اتعملش فيه الفعل الشنعاء، خلاص احنا هنوقع الكشف الطبي عليه ونتاكد اذا كان صح كلامي ولا لا. بس ده الكلام اللي اتقال من المحامي. هل المحكمه الموقره هتحول مرتضى منصور للطب الشرعي يكشف لنا عليه ويشوف اتعمل معاه الفعل على الشنعاء ولا لا؟ هل مرتضى منصور هيمتثل لهذا القرار ويشوف يوقع عليه الكشف الطبي ويشوف اتعمل فيه صح ولا لا؟ والزكه دي بسببها؟ ده اللي هنشوفه في الايام القادمه. القضيه اتاجلت والايام ما فيش اقرب منها، بس احساسي مجرد احساس ان مرتضى هيهرب من هذا الامر، مش هيرضى يوقع عليه الكشف الطبي، وكمان المحكمه مش هترضى توقع الكشف الطبي على مرتضى. فممكن يبقى في 10,000 جنيه مع مش عارف ايه، في مش عارف ايه مع ايقاف التنفيذ على محامي النادي الاهلي محمد عثمان، ده من توقعاتي. وممكن يبقى في حاجه تانية الله اعلم، ولكن الكشف الطبي مرتضى هيرضى يكشف على نفسه طبيا؟ اشك. المحكمه تحوله للكشف الطبي برضو اشك، ولكن الايام مفيش اقرب منها، ودينا هنستنى نشوف اللي جاي ايه، وان شاء الله يعني ربنا يكشف الحقيقه. وفي ايام يعني ما يعلم بها الا ربنا على ناس، وفي ايام كوميديا وضحك برضه لناس اخرين، ممكن تضحك على ناس وناس يعني تشتري ضماير ناس وتدفع لناس علشان ما تبانش حقيقتها لما كانت في مكان ما في ايام ما كانت بتاخد فلوس وبتحول فلوس وبتهرب فلوس، فبيبقى في رشه جريئه كده علشان طمس الحقايق.
دي الايام اللي جايه هنشوف البدع، والايام مفيش اقصر منها. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. لو اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، اشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا، قناه الاهلاويه على اليوتيوب. اخواتي الاهلاويه المشتركين بالفعل في القناه، اتاكد ان انت مختار كل الاشعارات ومفعل زر الجرس، دي مهمه جدا 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 بالنسبه لنا، عشان اي فيديو ينزل عند حضرتك يجي لك اشعار بيه. احنا بننزل 3 فيديوهات بس في اليوم، 3 واحيانا 2. لو انت ما شفتهمش، يعني لو انت مش مفعل زر الجرس ومختار كل الاشعارات، مش هيوصل لك اشعار. فلازم انت تقول لليوتيوب، لا يا يوتيوب انا عايز القناه دي تبعت لي اشعار، انا عايز القناه دي لما تنزل فيديو يجيني اشعار، علشان انا مفعل زر الجرس ومختار كل الاشعارات. بشكركم شكرا جزيلا، كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.